اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته جاء في زياره سيدتنا ومولاتنا الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها التي نقلها العالم الجليل السيد ابن طاووس الحسني رضوان الله تعالى عليه جاء فيها هذه الفقرات اللهم وصل على فاطمة بنت رسول الله وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده والنخبه منك له والتحفه خصصت بها وصيه وحبيبه المصطفى وقرينه المرتضى وسيده النساء ومبشره الاولياء حليفه الورع والزهد وتفاحه الفردوسي والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنه وسللت منها انوار الائمه وارخيت دونها حجاب النبوه اللهم صل عليها صلاه تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك وبلغها منا تحيه وسلاما. هذه الزياره نقلها العالم الجليل السيد ابن طاووس وهذه من ميزاتها نظرا لأن العلماء يتعاملون مع ما ينقله السيد ابن طاووس معاملة خاصة نظرا لأن الاعتقاد عندهم قائم على أنه يلتقي بالإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ولذلك فإنهم يحتملون أن بعض النصوص التي ينقلها من غير إسناد إلى مشايخه ربما تكون متسلمة من الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ولكنه لأسباب ربما لا يخبر عن ذلك وأن هذا الكلام سمعته مثلا مشافهة من الإمام صاحب العصر والزمان ولكن في الغالب علماؤنا يتعاملون مع ما ينقله السيد ابن طاووس بنحو مختلف عما ينقله غيره من العلماء في هذه الزياره نحن نجد عددا من الصفات التي تتميز بها هذه الزياره والفقرات الخاصه بها منها قوله وبضعه لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده بالطبع هذه إشارات إلى ما ورد من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حق فاطمة عليه السلام فقد ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه أنها منه وأنه منها فاطمة بضعة مني في حديث آخر فاطمة مني وأنا منها وفي موضع آخر يقول هي قلبي وروحي التي بين جنبي وفي مكان ثالث أشار إلى أنها كبده وكبد الشيء عمقه ووسطه بطبيعة الحال هنا لا يراد من كلمات النبي هذا المعنى الظاهري وإلا فإن هذا المعنى إما أن يكون واضحا أو أن يكون غير دقيق أنها بضعة منه فلذة منه لا بد أن يشار فيها إلى أن بضعة الشيء وجزء الشيء يحمل صفاته وإلا لما كان جزءا منه قطعة الحديد مثلا لا بد أن تكون حاملة لصفات الحديد لصفات هذا العمود الحديدي من الصلابة والقوة والتركيب الخاص فلا يعقل ان تكون قطعه خشب مثلا هي جزء من قطعه حديد وانما لا بد ان تكون حامله لصفاته كذلك الحال بالنسبه الى فاطمه ورسول الله صلى الله عليه واله كونها بضعه من فلذه من كبده قلبه يعني انها تحمل صفاته بل في بعض الروايات عنه هي روحي التي بين جنبي وكانما موقع الروح الذي يحرك البدن هو موقع فاطمه بالنسبه الى رسول الله صلى الله عليه واله والنخبه منه صل على النخبه منك له والتحفه نخبه بمعنى انتخاب الهي لفاطمه بالنسبه الى رسول الله صلى الله عليه واله فمع ان النبي كما هو الراي الصحيح كان له بعض البنات الاخريات الا انه شتان بين فاطمه وبين سائر البنات هذه نخبه الله وانتخاب الله له بصفاتها وكمالاتها تختلف عنهم اختلافا كبيرا وهي تحفه هديه اتحف الله بها نبيه لكي يخص بها وليه المرتضى صلوات الله وسلامه عليه خصصت بها وصيه فهي حبيبة المصطفى من جهة وقرينة المرتضى من جهة أخرى وهي سيدة النساء على الإطلاق لا تدانيها علا لا مريم ولا سائر النساء وصحيح أنها وصفت مريم بأنها اصطفيت وطهرت واصطفيت على نساء العالمين لكن هذا الاصطفاء هو بالقياس الى نساء زمانها كما ذكرنا في غير موضع وهذا يشبه ما فضل الله به بني اسرائيل على العالمين واني فضلتكم على العالمين باجماع المسلمين ان هذا التفضيل كان لمن سبق بني اسرائيل من الامم عندما اطاعوا نبي الله موسى ولا يشمل من تاخر عنهم ونفس الكلام ياتي بالنسبه الى مريم. اما فاطمه فهي نساء سيده نساء العالمين جميعا ومبشره الاولياء بشر الله بها نبيه وبشر الله بها اوليائه بل كانت مبشره ومبشرا بها حليفه الورع والزهد وتفاحه الفردوس والخلد لا نجد تعبيرا في اي امراه من النساء من نساء الخلائق بل ولا في الرجال بانها ثمره الجنه وبأنها تفاحة الفردوس وبأنها تخلقت من طعام الجنة إلا في فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في الحديث المعروف الشهير عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالصيام واعتزال النساء مدة من الزمان حتى إذا أتم أربعين يوماً أتاه جبرائيل به طعام من الجنة قيل إنه التفاح وقيل إنه غيره حتى إذا طعم منه تخلقت فاطمة من ذلك الطعام وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة بعدما هجرت خديجة نساء قريش مثلا فاذا بالله عز وجل يرسل اليها نساء الجنه وسللت منها انوار الائمه فكانت هي واسطه الامتداد بين رسول الله ورسالته من جهه وبين الائمه وامامتهم وهدايتهم من جهه اخرى وارخيت دونها حجاب النبوه ويا ليت ان المسلمين الذين هاجموا منزلها كانوا يرون هذا الحجاب النبوي لكنهم لم يكونوا يبصرون ذلك اذ لا بصيره لهم اللهم صل عليها صلاه تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك وبلغها منا تحية كثيرة وسلاما اللهم احشرنا في شفاعتها وأنلنا اتباعها ولا تفرق بيننا وبينها وبين بنيها وأبيها وبعلها إن إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد واله الطاهرين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته